هنحسبهم، حسبناهم convert that number to binary، هنيجي على الأربعين ده، ده أربعين أهو ماشي، نحوله لباينري. باينري ازاي؟ 8 بيت بقى في الثانية. طيب يعني الأربعين ده طبعا دارسين سي سي ان ايه، 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ماشي. الأربعين ده 1 2 4 8 16 32 ماشي، والتمانية يعملوا 40 يبقى كده هنحولهم. فهمنا هنحولهم ازاي؟ طيب هنحولهم كده، لا استنوا بقى ايه هقول لكم ايه، انا شرحت لكم زي تحويل يعني، زي تحويل كده بس هشرح لكم الدنيا قدام. بس ايه، هنحوله 8 بت، هنحوله البيتس 1 and 0 ماشي. الزيرو تعني لا شيء، الوان تعني شيء ماشي. كومبريز سيجنالينج، كومبريز سيجنالينج يعني ايه؟ يعني دي طلعت مثلا 10، السيجنالينج مثلا طلعت مثلا ايه 10 كيلو بايت، مش احنا كنا ضغطناهم خدنا، مش جينا حسبناهم كالكوليت مثلا سامبل، خدنا مثلا بتاع 40 سامبل، دول عشان محتاجين 10 كيلو بايت عشان يتنقلوا، مش بيتنقلوا من مكان لمكان. اه هنضغط ال40 دول خليهم 30، ده اوبشنال. طب احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين نفهموا الموضوع ده ازاي بقى. انا حاسس ان في ناس مش هتبقى ايه، مش مركزة معايا ماشي. في عالم اسمه دكتور نيكويست قال لك نظرية، الراجل ده ده هتلاقيه شغال في سيسكو، انا مش عارف بيقولوا هو عالم، شكله يعني شكله ساقط، ساقط ثانوية عامة، بيقولوا دكتور نيكوست. بيقول لك ايه دكتور نيكوست ده بقى، if you sample a signal in regular intervals at least twice the highest channel frequency. طيب نشرحوها كده، استنوا كده ثانية. هسيبها لكم على ايه، استنوا اجيب لكم، اوقف لكم اجيب لكم. ماشي جبت لكم واحدة بعديها هتشرح الدنيا كلها. بس ايه، ايه ده ماله كده، قلم كان حلو فيه. قال لك نظرية، قال لك الهيومن اير بتسمع من 20 لـ20,000 هرتز، والهيومن سبيتش بيتكلم من 200 لـ900 هرتز. يعني ايه؟ يعني التردد بتاعي او الفولتج، التردد بتاعي عشان اسمع بتاع الودن من 20 لـ20,000 ماشي، وعشان اتكلم من 200 لـ9,000. حلو الكلام، يعني انا بسمع من 20 لـ20,000 هرتز، ده في الكلام العادي، في الكلام الايه، في الكلام العادي. في الكلام العادي طيب، طب بالنسبة بقى للتليفون تشانل، وانا بتكلم في التليفون بيبقى التردد بتاعي من 3000 ل 3400 هرتز ماشي. يعني ايه بقى؟ يعني انا بتكلم ده الهرتز بتاعي علو الصوت، بتكلم كده اهلا وسهلا، ده كده صوتي واطي،
لكن يكون اهلا وسهلا يبقى كده صوتي اعلى اعلى، يبقى انا بتكلم من ايه، التردد بتاعي من ايه. في التليفون من 30 3400، ماشي. انا في الحقيقة بتكلم من غير تليفون، بتكلم من 200 ل 9000. وانا خلينا في اللي تحت احسن، في ايه يا عم، خلينا في اللي تحت احسن هنا عشان مشروح معايا، ماشي. هيومن ايه، بتسمع من 20 ل 20 الف. هيومن سبيتش من 200 ل 9000، ماشي. يبقى هنا انا بتكلم مثلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا كده، فاهمني؟ اهلا وسهلا بكده النغمة بتتغير، صح؟ ماشي. يبقى بتغمق في الاقل حاجة من 200، ده الصوت الواطي. اكتر حاجة في 900، ده الهيومن سبيتش من غير التليفون. طيب نيكوست، يا نظرية نيكوست بتقول ايه بقى؟ بتقول ان انا سامبل، افرض انا اخدت عينات من هايست فريكونسي. الهايست فريكونسي اللي هو كام؟ فريكونسي اللي هو التردد، اكتر تردد اللي هو كام؟ اللي هو 9000، ماشي. لو فريكونسي ده اكبر حاجة فوق كده 9000، هنا 9000، 9000، اه ماشي. اخدت اعلى حاجة ضعفها بقى، اخو ضعفها ل 9000 كام؟ 18000، ماشي. لو انا اخدت 18000 عينة، عينة صوت في الثانية، 13000 عينة من الصوت اللي طلع في الثانية، can accurately reconstruct a signal digitally. ثواني روح افتح الباب، معلش. ماشي، ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا عشان اتأخرنا. عندي اقصى عدد من فريكونسي لما انا بتكلم اهو كده، صوتي عالي اهو كده، يبقى ايه؟ 9000، ماشي. 9000 لو انا خدت ضعف اقصى عدد، يعني كام؟ 18000، ماشي. 18000، جميل. في الكلام العادي، صوت الكلام العادي، جميل. 18000 عينة صوت، يعني انا بقول ايه، السلام عليك كده لغاية مثلا دي كلها 18000، ماشي. اخدت 18000 عينة، سامبل سامبل سامبل، عينة 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 كده، كل بص عينة، مش كل ده، دي كلمة السلام عليكم، عمال اخد عينة. خدت 18000 عينة ورحت حولتها لديجيتال، بعدين حولتها لانالوج، يبقى هاخد ايه؟ نسخة طبق الاصل من الكلام اللي صادر. يا سلام يا عم نيكوست. طيب جه بعد كده نيكوست، عم نيكوست قال لك لا، مش هناخده 18000 عينة، هاخده كام؟ قال لك نيكوست سيرم، قال لك بالنسبة لي بقى، انتوا بتقولوا الهيومن سبيتش من 200 ل 900 9000، وبتقولوا ان التليفون اتشانل من 300 ل 3400 هرتز، 300 على الاقل و 3400 على الاكتر. لا انا بقى النظرية بتاعتي هقول هاخد من 3000 ل 4000 هرتز، يعني التردد هيبقى بتاعي اللي انا هحطه، عشان ما يجيش واحد يقول لي لا ده الهيومن بيتكلم، ده الصوت في العلو بتاعه بياخد من 200 اقل علو لاقصى علو ايه، 9000 هرتز الفريكونسي التردد بتاعه. واحد تاني يقول له لا ده في التليفون الشانل بياخد من 3000 ل 3400، 9000 ده كتير يا عم، كتير جدا يا عم، اللي بياخد بس من 3000 ل 3400. وبعدين بيقول له ايه، بيقول له يعني، طب انا اقول حاجه حلوه، انت قصدك ان احنا نفس بتكلم في الحقيقه نفس بتكلم في التليفون؟ اه لا،
ده في التليفون بتاع بتجيب صوت عالي.